قالت له رح تزعله وما رح تبسطه من هالكلام. هالناس ليش حاطين نقرم من نقري دائما؟ قالت له لا تستغله، ومهند دافع عن حاله وقال له وثقي فيي انا بحبها لنهال، وحاول يقنعها. المادموزيل ليش عم تعارض زواجكم؟ لكن أنا رح أبدأ بالتجهيز للعرس. طبعاً ما رح نعمل حفلة كبيرة، ما هيك؟ ولا أنت بدك شغلة مطنطنة؟ القرار إليك. شو رأيك نكتب كتابنا برات البلد؟ مثلاً بروما، وبعد ما منرجع منعمل حفلة صغيرة مع أصدقائنا. شو صار يا سمر؟ مين؟ عن إذنكم. بكرة رح يجي المحامي تبعي لعندك. ايه قلتلي. جهزوا كل شيء حتى العقد، وبعد انت ما توقعيه. ما فهمت، عقد شو هاد؟ عقد الزواج. اذا بتريدي لا تفهميني غلط، هذا شيء عادي كتير. انا بزاجاتي السابقة عملت نفس هذا العقد يلي بدي اعمله معك. بالنسبة إلي هذا الشيء مو طبيعي أبداً، هالشي بعتبره إهانة كبيرة. إذا بتريدي لا تفكري بشكل عاطفي. نحن لسه بداية الطريق، بس أنت عم تحسب حساب اليوم اللي بدك تتركني فيه. هالشي ما بيعني إني ما رح أضمن لك مستقبلك لقدام. لسه عم تستمر بإهانتي بكفي. أنا قلت لك بالماضي الزواج مانو عقد عمل بنوب. على الأقل أنا ما عم أشوف الموضوع هيك. هالتصرف ما بيلبق لك، فاجأتني كتير. بس يا فيروز، يلا قوم معي. يلا مهند. يلا مهند تعال. We'll be right back.
مدموزيل؟ أنا كنت جاية لعندك، قلت بشوفك قبل ما أروح. أنت شو عم تحاولي تعملي؟ ما فهمت؟ شو يعني شو عم حاول أعمل؟ ليش مالك حابة إني أتزوج مهند؟ ليش عم تحاولوا تمنعوا هالشي؟ أنتوا شو لسه بدكم مني شو؟ ممكن تهدي شوي إذا بتريد. لا ما في. لا تستني مني يكون هادي وأنت عم تشتغلي من وراي. ليش عم تضغطي على مهند كل هالقد مشان ما يتزوجني؟ ليش ما بدك هذا الزواج؟ جاوبيني. هلا أنت معصبة، خلينا نحكي بعدين. لا هلا بدي اياك تحكي لي وفورا. أنت عم تلمحي لي إنه مهند شخص ماله موثوق فيه بنوب. حابة أعرف ليش كل الناس عم تتصرف معنا هيك؟ هلا مو حابة أتناقش معك. ليش؟ نهال إذا بتريدي؟ ليش مالك عم تصدقي إنه مهند بيحبني؟ لا تكوني عم تشوفيني إنه مو الإنسان اللي بتلبق له. لا تجني. ليش لكان؟ إذا كان في سبب معقول ومقنع بيعيق زواجنا فقولي لي إياه. ما في عندك جواب. لأنه ما في سبب أبداً. أنت عم تعرضي لهذا الزواج بأي طريقة. لمجرد إنه قيمتك وأسهمك ممكن تقلبي هذا البيت بعد ما أنا أطلع منه وروح. نهاية. ماني حابة أسمع منك ولا كلمة. اجا وقت الوداع مدموزيل. هيك رأيك. أنا ما فهمت شو عاملة. ما بدي حدا منكم يضغط علي. ما ضل إلا أسبوعين على العرس وبدي الكل يعرفوا أنا ومهند منحب بعضنا كتير ورح نتزوج وما حدا رح يقدر يمنع هالزواج. بكفي بقى كلياتكم مثل بعض. والله الحق معك. أنا ما قدرت أعبر عن حالي بما فيه الكفاية. ما في داعي للحكي أكثر من هيك يا تحسين. أنا قلت لك رأيي. إذا بتريد ممكن تلبس